الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا جعلنا القرآن عربيا لعلكم تتقون وإنه في أم كتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكرى سوف أنكم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وأهلنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تشكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يملك بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا جل وجهه مودا وهو كظيم. أومن ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم سددوا ثم دعدتهم سددوا شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يغرسون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مرقوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فالتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال لإبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا
رحمت ربك لأن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعدهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفرون بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومآرج عليها يسهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزرفا وإن كل ذلك لما مدى الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن قيد له شيطان فهو له قرين وإنه ليصدونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ويرقين فبئس القرين ولئن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين وإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون ولما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي عليه أورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما آسفونا انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم
الخاسرون إن هو إلا أمل أنأمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض تعلمون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالهمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب بيوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعدهم لبعد عدو يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بشهاب من زام وأعوام وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يسمون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ألا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول الآمنين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فسيرهم يخونوا ويلأموا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاعفهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله.